جرى في الرياض التوقيع على مذكرة تفاهم بين بلادنا والمملكة العربية السعودية لتمويل وتركيب 4 رافعات في كل من موانئ عدن والمكلا والمخا ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن. وقع مذكرة التفاهم وزير الأشغال العامة والطرق نائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة المهندس معين عبد الملك ونائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام. وستعمل الرافعات بطاقة تصل إلى 60 طنا لكل منها، مما سيسهم بشكل مباشر بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية لليمنيين، وبما يتوافق مع أهداف خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن. ويأتي هذا المشروع امتدادا لجهود زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ اليمنية، حيث سبق أن قدم برنامج الغذاء العالمي بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة 4 رافعات تم تركيبها الشهر الماضي في ميناء الحديدة. وأوضح وزير الأشغال العامة أن تسليم الرافعات للموانئ اليمنية في ظل ظروف الأزمة الحالية وعدم الاستقرار يدل بشكل واضح على عزم دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية بتنفيذ خطة العمليات الإنسانية الشاملة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني. ميناء مثل المخا كان قدراته صفر بسبب الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية، تحولت المخا إلى ثكنة عسكرية، ألغام، توقفت حركة التجارة، الصيد، السكان، كان وضع إنساني صعب في تهامة، وهي من أكثر المناطق فقرا في اليمن، وهي أيضا المنفذ الرئيسي لمحافظة كثيفة السكان أو المنفذ البحري لمحافظة مثل محافظة تعز ومحافظات الوسط مثل إب وغيرها من المحافظات. تركيز مهم الآن على موضوع الموانئ. هذا يوضح أن خطة عمليات الاستجابة الشاملة أو الإنسانية الشاملة تسير بشكل سريع ومتسارع. نوقشت هذه الاحتياجات مع الجانب الأشقاء في مركز إسناد العمليات الشاملة مع مختصين من الموانئ اليمنية. تم نقاش الاحتياجات في موانئ المكلا، عدن، المخا، ونقاش أشمل يضم موضوع الممرات الآمنة، تأهيل البنى التحتية للطرق. وقد وقعنا على مذكرات لبرنامج تنفيذي لأحد هذه المحاور الموضحة في الخرائط، وهو محور عدن إلى وسط اليمن. الموضوع يتعلق برفع قدرات الموانئ حتى يستفيد عامة السكان، الحركة التجارية، تخفيض كلف النقل. ل3 سنوات هناك تدهور كبير في البنى التحتية بسبب الحرب التي شنتها الميليشيات، وتأثر السكان بشكل كبير، حركة التجارة، البضائع، ارتفاع الكلف. فجزء من هذه الخطة الإنسانية الشاملة والتي تضم ضمنها موضوع الإغاثة هو إعادة تأهيل البنى التحتية والموانئ بشكل كامل. فموضوع الكرينات والرافعات التي تم توقيع مذكرة تفاهم عليها اليوم هي جزء واستجابة سريعة، وهذا جزء من الدعم السخي اللي تقدمه المملكة العربية السعودية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد. الاستجابة السريعة بدأت أيضا بالممر. أول ما أعلنت الخطة في 22 يناير الماضي كان الجسر الجوي قد فتح إلى مارب، والآن تباعا سيجري دعم عدد من الموانئ اليمنية والتوسع في الخطة الإنسانية الشاملة، وهناك نقاش مستمر ودعم كامل من المؤسسات اليمنية على الأرض بالتعاون مع مركز إسناد العمليات الشاملة حتى نقلل من إجراءات هذه العمليات وترى أثر ملموس على الأرض في أقصر مدة ممكنة. اليوم وقع في مقر الصندوق السعودي للتنمية اتفاقية تمويل وتركيب بين الصندوق السعودي للتنمية والحكومة اليمنية ممثلة في معالي الوزير دكتور معين وبحضور أعضاء من وزارة التخطيط والتعاون الدول اليمنية. هذه ال4 كرانات هي جزء من مبادرات خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن. كما ترون سيكون هناك تركيز على 3 موانئ رئيسية، ميناء المخا وميناء عدن وميناء المكلا. ميناء المخا الآن 0 واردات. خطة العمليات الإنسانية الشاملة تستهدف 36,000 طن شهريا. سيركب فيها 2 كرانات خلال الأسابيع القادمة. ميناء عدن يعمل وطاقته تقريبا الشهرية 437,000 طن. خطة العمليات الإنسانية الشاملة تستهدف رفع هذه القدرة إلى 713,000 طن من خلال كثير من الخطوات،
وليس فقط الكرينات. هناك أيضا ميناء المكلا الآن يستقبل 41,000. خطة العملية الإنسانية الشاملة تستهدف 35,000 طن. هذه الكرانات هي ليست مجرد أدوات توضع في الميناء، هي عبارة عن أدوات تساعد في زيادة عدد الواردات اليمن، وبالتالي تنعكس على الحياة الاقتصادية وعلى مساعدات الإنسانية للشعب اليمني، وأيضا تنعكس على توفير فرص اليد العاملة للإنسان اليمني بشكل كامل.